البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، بركته علينا أمين. أنا نفسي بولس أطلب إليكم بوداعة المسيح وحلمه، كما أني ذليل بينكم وأمامكم، ولكن فيما أنا خارج عنكم فمتجاسر عليكم، وأطلب أن أكون متجاسرا ولست عندكم بالثقة التي بها أظن إني سأتجاسر على قوم الذين يحسبوننا كأننا نسلك حسب الجسد، لأننا وإن كنا نسلك حسب الجسد فلسنا متجندين حسب الجسد، إذ أسلحة جنديتنا ليست جسدية بل هي قوات الله تهدم الحصون وتهدم الأراء وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ونسبي كل فكر إلى طاعة المسيح، ومستعدين لأن ننتقم على كل عصيان متى كملت طاعتكم. أتنظرون إلى ما هو قدامكم؟ إن كان أحد يثق من نفسه بأنه للمسيح فليفكر في نفسه أيضا، إنه كما هو للمسيح كذلك نحن أيضا. فإني وإن افتخرت شيئا أكثر بالسلطان الذي أعطاه لي الرب فهو للبنيان وليس لهدمكم. لا أخجل لئلا أظهر كواحد يخيفكم بالرسائل، لأنه يقول الرسائل ثقيلة وقوية، وأما حضور الجسد فضعيف والكلام مرزول. مثل هذا فليحسب هذا، إننا كما نحن في الكلام بالرسائل ونحن غائبون عنكم، هكذا نكون أيضا بالفعل ونحن حاضرون عندكم، لأننا لا نتجاسر أن نشبه أنفسنا أو نقايس ذواتنا بقوم يمدحون أنفسهم وحدهم، بل إذ هم يقيسون أنفسهم على أنفسهم ويقابلون أنفسهم بأنفسهم وهم لا يفهمون. ولكن نحن لا نفتخر إلى ما لا يقاس، بل حسب قياس القانون الذي رسمه لنا الله للبلوغ إليه وإليكم بقياس، لأننا لا نمدد أنفسنا كأننا لا نبلغ إليكم، إذ قد وصلنا إليكم أيضا في إنجيل المسيح، غير مفتخرين إلى ما لا يقاس في أتعاب آخرين، بل لنا رجاء إذا نما إيمانكم ليتعظم فيكم مثل قانوننا بزيادة، لنبشركم بما هو أعظم من ذلك، لا لنفتخر بالأمور المعدة في قانون غريب. وأما من يفتخر فليفتخر بالرب، لأنه ليس من يمدح نفسه وحده هو المختار، بل من يمدحه الرب. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي، آمين. الكاس لكم. فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركته علينا أمين. فإذ قد تألم المسيح بالجسد عنا، تسلحوا أنتم أيضا بهذا المثال، فإن من تألم بالجسد كف عن الخطية، لكي لا يعيش أيضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل لإرادة الله، لأنه يكفيكم الزمان الذي مضى إذ كنتم تصنعون فيه إرادة الأمم وتسلكون في النجاسات والشهوات وإدمان المسكرات المتنوعة والخلاعة والدنس وعبادة الأوثان المرذولة، الأمر الذي فيه يستغربون أنكم لستم تركضون معهم إلى فيض عدم الصحة عينها، مجدفين الذين سوف يعطون جوابا للذي هو على استعداد أن يدين الأحياء والأموات، فإنه لأجل هذا بشر الموت أيضا لكي يدانوا حسب الناس بالجسد
ولكن ليحيوا حسب الله بالروح، وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت. فتعقلوا إذن واسهروا في الصلوات، ولكن قبل كل شيء فلتكن المحبة دائمة فيكم بعضكم لبعض، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. كونوا محبين ضيافة الغرباء بعضكم لبعض بلا تذمر، وليخدم كل واحد الآخرين بما نال من المواهب بعضكم بعضا، كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. من يتكلم فكأقوال الله، ومن يخدم فكأنه من قوة يهيئها الله، لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح، الذي له المجد والعزة إلى أبد الآبدين. آمين. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين. إبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة، فلتكن معنا. أمين. ورجع برنابا وشاول من أورشليم بعدما كملا الخدمة، وأخذ معهما يوحنا أيضا الملقب ماركوس، وكان في كنيسة أنطاكيا أنبياء ومعلمون برنابا وسمعان الذي يدعى نيجر، ولوكيوس القيرواني، ومناين الذي تربى مع هيرودس رئيس الربع، وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال الروح القدس: أفرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي قد دعوتهما إليه. حينئذ صاموا وصلوا ووضعوا عليهما الأيادي، ثم أطلقوهما. فهذان إذ أرسل من الروح القدس انحدر إلى سلوكية، ومن هناك سافر في البحر إلى قبرص، ولما وصل إلى سلامينا ناديا بكلمة الله في مجامع اليهود، وكان معهما يوحنا خادماً. ولما اجتاز الجزيرة كلها إلى بافوس، وجد رجلا ساحرا نبيا كذابا يهوديا اسمه بار يشوع. هذا كان مع الوالي سيرجيوس بولس، وهو رجل فهيم. فهذا دعا برنابا وشاول والتمس أن يسمع كلمة الله، فقاومهما عليم الساحر، لأن هكذا يترجم اسمه، طالبا أن يفسد الوالي عن الإيمان. أما شاول الذي هو بولس أيضا فامتلأ من الروح القدس وقال: أيها الممتلئ من كل غش وكل خبث، يا ابن إبليس، يا عدو كل بر، ألا تزال تفسد سبل الرب المستقيمة؟ فالآن هوذا يد الرب تأتي عليك فتكون أعمى لا تبصر الشمس إلى حين. ففي الحال وقع عليه ضباب وظلمة، وكان يدور ملتمسا من يقوده. فالوالي حينئذ لما رأى ما جرى آمن وتعجب من تعليم الرب. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. النهاردة يا حبايبي 10 بابا أحسن الرب استقباله ويعيده علينا وعليكم
ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب، آمين. زي النهاردة استشهد القديس سرجيوس رفيق القديس واخوس، كانوا ضباط في جيش الملك ماكسيميانوس، ولما رفضوا عبادة الأوثان غضب وأرسلهم إلى أنتيوخوس والي سوريا علشان يعذبهم ولو اتمسكوا بإيمانهم يقتلهم. وفعلا الوالي عذب القديس واخوس عذابات شديدة ونال إكليل الشهادة ورموه في نهر الفرات، لكن ربنا أراد إن الأمواج طلعته على الشاطئ جنب سكن رهبان نساك، وظهر ملاك الرب لاتنين منهم وقال لهم روحوا عند الشاطئ هتلاقوا جسد الشهيد واخوس. وبسرعة راحوا على المكان، لقوا حاجة غريبة، ربنا أمر أسد ونسر كبير علشان يحرسوا جسد الشهيد واخوس، وفرحوا الرهبان جدا علشان ربنا بيحافظ علينا حتى أجساد الشهداء والقديسين، وأخدوا الجسد بإكرام عظيم ودفنوه في المغارة بتاعتهم. أما القديس سرجيوس حبسوا الوالي في السجن، وكان زعلان إن صديقه واخوس مش معاه، وشاف حلم إنه شكله منور وفرحان مع الشهداء والقديسين ففرح جدا. أمر الوالي بتعذيب القديس سرجيوس عذابات شديدة، وبعدين أرسلوا الوالي الرصافة في الشام وجروه في الشوارع وفي الطريق قابلتهم فتاة معاها مية شربوا منها، فقال لها القديس سرجيوس روحي بسرعة على الرصافة علشان تاخدي جسدي بعد لما استشهد. وفعلا وصلت هناك، وحاول والي الرصافة انه يخليه ينكر ايمانه، لكنه اعلن ايمانه بشجاعة بالسيد المسيح، فامر بقطع رأسه ونال اكليل الشهادة. وكانت الفتاة موجودة واخدت بركة من دم الشهيد، اما جسده فكان محفوظ لغاية لما انتهى الاضطهاد، وبنوا كنيسة عظيمة في الرصافة دشنها 15 أسقف، ووضعوا جسد الشهيد سرجيوس في تابوت من الرخام كان بيطلع منه طيب ريحته جميلة، وكان بيحصل منه معجزات شفاء من أمراض صعبة جدا. وفي مصر القديمة كنيسة معروفة باسم أبو سرجة، وهي أثرية وفيها تحت الهيكل مغارة سكنت فيها العائلة المقدسة أثناء الهروب لمصر. بركة صلوات الشهيد سرجيوس صديق الشهيد واخوس فلتكن معنا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. من مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا، أمين. نور أشرق للصديقين وفرح للمستقيمين بقلبهم، افرحوا أيها الصديقون بالرب واعترفوا لذكر قدسه. مبارك هو الآتي باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد، آمين.
وفيما هو يكلمهم بهذا ابتدأ الكتبة والفريسيون يحنقون جدا ويصادرونه على أمور كثيرة، وهم يراقبونه طالبين أن يصطادوا شيئا من فمه لكي يشتكوا عليه. وفي أثناء ذلك إذ اجتمع ربوات الشعب حتى كان بعضهم يدوس بعضا، ابتدأ يقول لتلاميذه: أولا تحرزوا لأنفسكم من خمير الفريسيين الذي هو الرياء، فليس مكتوم لن يستعلنا ولا خفي لن يعرف. لذلك كل ما قلتموه في الظلمة يسمع في النور، وما كلمتم به الأذن في المخادع ينادى به على السطوح. ولكن أقول لكم يا أحبائي، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر، بل أريكم ممن تخافون. خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقيا في جهنم، نعم أقول لكم من هذا خافوا. أليست خمسة عصافير تباع بفلسين، وواحد منها ليس منسيا أمام الله، بل شعور رؤوسكم أيضا جميعها محصاة. فلا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم، كل من اعترف بي قدام الناس يعترف به ابن الإنسان قدام ملائكة الله، ومن أنكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله. وكل من قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلا يغفر له. ومتى قدموكم إلى المجامع والرؤساء والسلاطين فلا تهتموا كيف أو بما تحتجون أو بما تقولون، لأن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه. والمجد لله دائما.